الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، دين الإسلام وحيابها إلى التمي إلهي سبحانه وتعالى والنبي سوى حيوده وحكم إذا إن إذاك كودي رجال سيدا قن كستو ونكسن تذكر إن كربت ودي دو أي كوان سي رقن أخلاق معاملة أو نكسنين رقم ماذا هي أخلاقها أو نكسنين الدين الإسلام كياد وهذا الشيء رادت كات كوحنا قف كنولشي سكله نولشي سدينات يتي سد ويبا وحكم إذا دقن كلا يرى هذا كبرك وفك دع قف قلبي جيس وينان هي صرينا أن الله ينوي سسيه تاسيو مده دعاء نقدان حق إنه أقبل وايوس كلا وين هذا خلق إلهنا إنه حق رهص واقع نبي محمد بقى عليه الصلاة والسلام كبر كساسك وقيحي الكبر سفه الحق وغمض الناس يرد الحق حق إلا أقبل وايو يددك إلا حق رول قور صدا يا كبر لرادا والدنب ياد ياد وين شركي سناد بو بدياي والدنب يجي صبابي إبليس إنو كفريو وقالوبو وأن هذا الشيء إلهي يكون عدو إلهي نحريستي سوايو نار نواتب سدو إساقا إبليس وصوابي حسدك وحاسدي نبي الله آدم إساقا إياه قال لماذا كوكلفي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ملائكته إبليسنا ولتشو جيبوا إلهي أمري نبي آدمين وسجودان لما أنتو ذا أمرك إلهي ويقاتين قلوبتو ذا كبر كمر نيد إبليس موياني سقوا دي ذي إنو أمرك إلهي قاتو وحكى اللي فينا كبر بوها وكان من الكافرين قف كستاو حق إسك كبرية أمرد إلهي نيسك لو ينادو أقبل وايا ففيه شبه من إبليس إبليس وارنت نوع عسيك شبه إلهي سبحانه وتعالى قرآنك الكريم كائن بدوح كسوع العلي كبر كوين وياهي ومدي حق كتشيستي وحارنت نوع عسيك قاضي قوم فرعون إلهي مركك والرمي وحرف استكبروا وكانوا قوما مجرمين حق النبي الله موسى إلهي وقصور دي بي محيوة قبل واهي حق بي رديان نبي إلهي وقصور دي بي قوم كيسان ويحقرية قوم دنبي ليالة بيهاي إلهي كتاب كيسان ويحكو عدائي كبر كوين والسبب وياهي عذابك أليس في جهنم مثوى للمتكبرين كويس كبرية حق اسكالوين أداء قبل واهي واحد دوني أنا كصابة يان، وفان كعلمي بدن هاي باي الشاقي، ميدي قد داير باي الشاقي، ميدان كم يقان صر يدد كده حدود عياي الشاقي، ميد رير هبل باي الشاقي واحد دوني أنا كصابة يان، حق مرة ديا قبلي وين وكبر، جهنم أي ديجان يهوي أي كله ينقاس، فاليوم تجزون عذاب الهون. بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون والله ورمي يا وحللي يوم القيامة ما أنت عذابك وحد اللي يا الله إذن كواب المرينية ما عذاب ننو ياهي وحل صعتين الدلين يعد وكواب سدو صابتوا محي لولك مركات شوكتين بعد حق إسكالوين يدين وإذن أقبل تشيرين خلقك إلهين واد حقيري ترتين حق درها نظر انت نوع عاسية كسمين ترتين وقف حق لا إنو حق إسكسر رئيسية ما خلقك حقيرو مبتش ربع كبر كوا سفاء إلهي
مخلوق حق اللي هي ما تشربا فسقين يا أمر كلاه واد خلافتين يا رنت نوع عصي يدين صوابي الدومها إلهي مؤمنين ت صالحين ت مستقيمين تا يا أمر كإلهي قاتوح إلهي وديدين كف قادة كبر كذا قن كودك ما تشروا ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون إلهي وحاو سجود أمر كي سقاطة مخلوقات كسمدة شوغة كالملائكة يوحا دولك شوغة كدول صعدة ملائكة إلهي وسجود وهم لا يستكبرون يقون حق إسك كبرين هين يقاد الشدة أمر كإلهي إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وحاياتك إلهي سدب ودميستر نور ميهي كو مرك اللقوانيو آياتك وإرادين يعني إلهي سبحانه وتعالى السجودية رب النزاه يا حمان ودن كوفاية إلهي أمانا يا نعم كي سراغ مهضنقايا وهم لا يستكبرون وحاسودا ميوحي كردشانين كسفو بين صفة التواضع للحق حق إنه يصدو الدقان كويس كبريا معها كبر كمرها الدوية هاي الدن بقصيدة سيوين مرها الدوية هاي قفكي وشيغان أي منزلة أي درجان وحق اللهين سنقارسين أي ميلان ومضن إلهي سبحانه وتعالى كويس كبريا حقيقة يوتسيين أنا مضنين هل كايس لا تشوغان نار تجهنم إلهي وحو كدح سمية تشيل تشيل كاسي وحلو سمية كوا حق إسكا كبرية خلقي أنا حقرة دلائي بن عمرو بن عاص وحو النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر كويس كبرين تشيري بامالين تقيام الله صوت طبيع قرآن تشذا نوع وير ير يقول الله لك ويسلو وينايين ولا يري سورة ذو سورة قرآن شما يقول قرآن شلا لك حتى أنا مقال كيدت كأي إليهن في سورة الرجال يغشاهم الذل وحد بولا يدل من كل مكان دين علمك جاي مني فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس وحلوك حين يا والله عريا دين عاتشيل كي الجهنة مدحديد ومقع عاسله تعالوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال أهل النار كي هستك السيحيقان سلوين ذو ذبا هوسين تعد الشيء حتى جهنم وميل عذابه دين كو هوسين دعان كي كدعي أهل النار كي يقدوشك قبانيه سأي الترمذي يبا حديث كاسي وريه أيها المسلمون عباد الله احذروا الكبر فإن له آفات عظيمة وشرور كبيرة سكيل علي الدوما إلهي وكبرك حق مرك الليدين شيقو إذن كيدنتي انتهي سيدي سوقات خلقك إلهينا حقرين وهو سويقنا هنقر صنين هكونا جيسنا فإن أكرمكم عند الله يتقاكم قبيل ينسب أوجي أما أدوية أوجيت أما منصب يمدح تنمو الدرادد أما أقوم قفكو اسمي دايو لقوك لسرين ما أيو إيمانك يا لك عبسك لقوك لسرين أفوينك يدباتوينك كبيرك وحكمي دا وحو على مدية الدليل ويا هاي كبيركو قفك اسكبرين هاي عقل يرانتيس قف عاقل وعقل له وحقيقة دي سقران ايا اسمه كبرية آد باي كويس كبرية وعقل الليتان انسان كو هدو سيد باي سقي ما ايو وحسكو كبرية ما ترتو ساقو اسمو ترسين واسمو عبورين هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مالين با صومرتي وحل الشيقة با انواهين انت هده بدهدنا وحلق عبوري والا يقانا وحو يساقو يسوها يا مجرتو أنتم الفقراء إلى الله وباهنها باهدي سوى يتوقت دطعي حاو يسو كبرين دونا
محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب وحيري ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر. قف كما لنت وكبر قلبي جيس قلاه وحب لعب أنت عقلي جيس إنه يسلمه كبر كقلبي جيس قلاه أنت لاقي هاي أي عقلي جيس يقرأ شدي سأنت كقضينا إلى قاته إنسان سدوي سكبر كراه ولا يحق له الكبر وليس فيه من الصفات ما يستحق به الكبر والتعاظم والتعالي ما بالله هذا صفات يتلمامه سبب كراء إنه يسس الرئيسي أو يسويني ألحنا في مقيس رحمه الله تعالى سقو تاكا ليوحد عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين إن آدم لياب لي ويسكبرين إياه إنه يسكبرين حق ماله حبينتها إكاديد وكصوبح ذو الله بجير كصوبح فأنا له الكبر مرينك كاديد يسوق الله بجير صومري كبير الكوية له مطرف أي وحو أركي ننكي مهلب لورن تيري ومركا مضحها وهو يتبختر في جبة خز سقو إسقاط قاضي يوسي كبير كتيرو وصعونية وحيدان شبتك سميسان حرير قال يا عبد الله هذه مشية يبغضها الله ورسوله صعد كنوعان إلهي ونعبي هاي رسول كيسن ونعبي فقال المهلب ما تعرفني صادي لهذا اللي سأقول من كان هاي يدرت كذا ميانة قرانا هين قال بلى وكو قرانايا أعرفك حقيقة هذا قرانا يا أبو سقوح الإسلام لا دو حرم دونا نكا مدح ذا قائد كا مال قبين كا ياتا لكن وحى صور من وصفات عارضة تعرض وتزول وصفات إنسان كمر وياشو مرنا كبابا لكن صفات كرسمي قهاية والله أبو شاقي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وانكو قرانا يا أبو بلا وقاقي واحد هيدا عن رفطة يلي ليدته تصل لك أبوري آخر كاغن أوحد كدن بين سعير النقطة بختي صورة هي وددكو أي قرن صدان وقفكو مركو دينتو قبري قال الله ديقو أنبياء دا أيوم بان تشيركو دو يسبدلين ددكا كلاوحة أصلوا إنو تشيركو دو يسبدلو وهي قرمان وددتنا مركدن باي بابان وأنت بين ذلك تحمل العذيرة أنت ودا حي سنة مركز عن رفطة هاي هي مركز دمتها بختي على نقطة صورة هي حربات كسدتها لبلا لنعد حدود سحرة سدتها بول قفن سدم بتشه متكستوا الله قالوا الله تشيحه حيدمين سحرة لو قلت جيه مركز الكوكي بركا جيمي فمضل المهلب وترك مشيته تلك حمكو قاتي واندع وصعدي صعد كنوع هانا اللي يابك الله هاي كبر وكم مقدين ويسكدهاي إلهي بين ويدسين هاي ونقدره الدوماء إلهي صالحين تي حق مرك الله شاق أقبله عدو الدون يبها كيما دي خلقك إلهينا عن حقيرين مدول بندتشية منزل هذا إيدارة شذا ومديهي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على ظالمين آفوين كي مصائبتا هي الشركة كبير كوحا كميدا الدون كإنو ككلفو إنو حق أقبل وايه الإمام الماوردي رحمه الله تعالى وحول لي كتاب كرا أدب الدين والدنيا أدب الدنيا والدين أخلاقه وناكسن يكوه حنبا واكو شاقا وحيا بادتك وكلتا لي وحا كميدا مجانبة الكبير والإعجاب دا دون إساء الدون وناكسن نقطو إسكا إلالي إنا جسوبكتو إن هذا سبب تاء وشرن شردة كبير كا عتبدي هذا أما كابدي هذا أهو الرئيسوي كبير كوي سبب تام بكرة شغف كي نمر كوي سببه أو يسعد شبيه هي كبير كلا بدأ إسكيلالي لأنهما يسلبان الفضائل الدون كون أجي ذرنا بيك حيوبيا ويكسبان الرذائل
waxaanay dhaxashiyaan oo adoonka ay u tabcaan labadaasi xumaan oo dhan walaysa liman istawlaya calayhi isqaa'un linusxin walaa qabuulu litadiib labadaasi qofkay qabsadaan inuu isu bogo iyo inuu iskibriyaa qofkaasi talo wanaagsan oo loo soo jeediyo uma dhig raariciyo dadkaba isagu inuu ka caqli badan yahay ugu aqoon badan yahay ugu garaad iyo fikir wanaagsan yahay buu isu haystaa wanaag markaa loo sheegayna ma aqbalo kibirku waxaa adoonka dhaxashiyaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ka fogaado khalqiga dhexdiisana inuu ku dulloobo ilaahay baa addoomaha ku beeray qofka iskibriya inay nacaan xataa haddii uu yahay miday kor u eegayaana waxyaabaha bani aadamku uu jecel yahay haysta hadduu madax yahay hadduu caalim yahay hadduu maal haysto hadduu qurux leeyahay had iyo jeeraale dadka iskibriyaamahana qaadaan oo wada addoonka gaadhsiisa ilaahay cadhadiisa kuwa iskibriyaa halka ay ku dambeeyaan waa inay dulloobaan yucaamiluhum allahu binaqiidi qasdihi isa sarraysiintii ay doonayeen sida ka soo horjeedo ah hoosayn iyo dullow ayuu ilaahay ku abaalmariya camri ibnu shabiiba wuxuu yidhi kuntu bimakka bayna safa walmarwa makaan joogo safiya marwo dhexdoodaan joogay xaramkii faraytu rajula raakiban baqla wa bayna yadayhi khilmaanu yucanifuuna annaas waxaan arkay nin dawaafaya baqal buu saaran yahay addoomaa hor yaacaya dadka way dagaalayaan ka maqli waaye way riixayaan way daafadaynayaan iyagoo halkaa jooga qaala uma cudtu bacda xiin intaa dabadeed waan noqday fadakhaltu baqdaada fakuntu cala aljism baqdaad baan galay magaalada la yidhaahdo biriishka webiga dul mara ayaan joogay faidaa ana birajulin xaafin xaasirin tawiil shacar waxaan ku soo baxay buu ihi nin cagaagan madax qaawano madaxaana waxba u saarayn timihiisuna ay dheer yihiin oo ay raamaysteen qaala fajacaltu anduru ilayhi wa ataamaluhu waxaan bilaabay ninkaa inaan xaggiisa eego oo aan u fiirsado faqaala limaa laka tanduru ilaya maxaad iga soo eegaysaa buu ihi faqultu lahu shabahtuka birajulin ra'aytu bimakka wasaftu lahu sifa ni waxaad ila eeg tahay ninaan maka ku arkay oo sidaa sameynayay oo sidaasi u eekaa qaala lahu ana dalika arajul wuxuu yidhi ninkaaad sheegayso laftiisaan ahay faqultu maa facala allahu bika war xaaladaada iga waran maxaa kugu dhacay faqaala inii tarafactu fii mawdicin yatawaadacu fiihi annaas waxaan isa sarraysiiyey meel dadku markay tagaan ay hoos isu dhigaan marka xaramka la tago marka xajka la tago dadka oo dhammi dusha waa isaga eegyihiin xataa kii marka hore derajo isbidaayay dadkaa kalu la sinma dhammaantoodoo wada dawaafayaan waa saciyayaan cumaasha waa wada qabanayaan maryaha isku midkaabay xidhan yihiin isku waxbaa xalaal waa isku waxbaana xaaraanka ah fawadacanii allaahu xayu yatarafacu annaas meeshii dadku ay isa sarraysiinayeen ama ay sarreeyeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala markaan iga dhigay mid dullaysan oo hooseeya haakadaa yucaamilu allaahu man takabbar saasuu ilaahay ula dhaqmaa addoonka iskibriya ayuha almuslimuuna cibaad allah haddaynu janno doonayno kibirka aynu iska ilaalino oo xaqa qof waliba marka loo sheego ha aqbalo samicna waaacnaa ha yidhaahdo khalqiga ilaahayna yaynaan xaqirin oo aynaan quursanin qaala nabiyu calayhi salaatu wasalaam man faaraqa arruuxu aljasada wahuwa bari'un min thalaathin dakhala aljanna qofka naftiisu ay jirkiisa ka baxdo isagoo saddex arrimood ka maran jannada ayuu galaa macan waa maxay saddexda arrimood hadduu ku sifaysan yahay jannada geli maayo ugu yaraan markiiba geli maayo alkibru weyaan arrinka koowaad hadduu kibir ka maran yahay waddayn dayn iyo gashi dad hadduu ka maran yahay walquluwa hadduu ka maran yahay waxaa loo yaqaano talaxtaga iyo xadhaafinta alquluw fi lcaqiida walquluw fi lcibaada walquluw fi madxi nnaas aw fi damihim
غلوق ما يرب ذنبه قلا إنه قفكو عقيدة دي حد كذا رافيه أو إنتي كتاب كيا صنور شاقان إن ديرادة وكدر صديسك وامن عبادة دي إنه غلوق كسما يبدع ديرادة وكدره إنتو لا عبادة كد ذالية غلوق وحكم إذا قف أمانتي سيناد كتا لحتك تو صفادة أنو الله ينادكو أمانتو أما دلعينتي سيناد كتا لحتك تو ودغم حنحن وأنو الله ينادكو دلعيسو حديثكم هو صحيح فقد صحيح والشيخ الألباني رحمه الله تعالى. اللهم يا ربنا يا رحمن نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا رحمن أن تجعلنا من عبادك المتواضعين للحق والخلق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.